فارماكوكاينيتيك بيهيفير اوف ناتشورال اند سينثيتيك استروجين. احنا نعرف بان الاستروجينات هي نوعين، اما تكون سينثيتيك او تكون ناتشورال. الناتشورال ثلاث انواع، هي الاسترايول اللي هو الاي 3 والاسترون اللي هو الاي 1 والاسترادايول اللي هو الاي 2. اقوى واحد بهم هو الموست بوتنت الاسترادايول اللي هو الاي 2. ات از ريليزد ديورينج ذا فيرتايل ايج اوف وومن، يعني البري مينوبوز. وعندنا الاسترون اللي هو بثلث الاكتيفيتي مال الاسترايول واللي يطلع بالبريجننسي، والاسترايول واللي يطلع خلال البوست بالبوست مينوبوز، وعندنا الاسترايول اللي هو يطلع خلال البريجننسي ويكون سيجنيفيكنتلي ليس ذان استروجين. وبالاضافه الى هذا عندنا الكونجوجيتد استروجين اللي يحصلون عليه من اليورين اوف بريجننت ميرز، يعني من البول مال اناث الحصن. الاكزوجينوس استروجين عندنا الاثنين، الاسترادايول والمسترانول والاسترادايول فاليريت والاستروبيبيت. هاي الاربع انواع من الاستروجينات هي تعتبر هي اكزوجينوس او سينثيتيك. فاكو فرق بالفارماكوكاينيتيك بيهيفير مالتهم، واكو بالاضافه للفرق بالبوتنسي. طبعا احنا نعرف بانه الاكزوجينوس دائما الهاف لايف مالتها اطول من الهاف لايف مال الاندوجينوس. بالنسبه للفارماكوكاينيتيك بيهيفير مال الاندوجينوس استروجين، يعني الاستروجينات اللي هي تتصنع بالجسم، فنجي على الابزوربشن بيها. they are lipid soluble، فممكن انه يصير بيها good absorption after fatty meal. وممكن انه اذا تعطيها orally فممكن يصير بيها absorption من خلال ال GIT، او اذا تعطيها transdermal patch بيها absorption. بس احنا نفضل انه نعطيها transdermal patch على الاورال، لانه تتعرض الى الفيرست باس افكت، وهذا الفيرست باس افكت نتيجه الميتابوليزم العاليه مالتها، because they are due to the rapid metabolism by cytochrome P450A4 by the hepatic microsomal enzymes. فالمشكلة بالاستروجين preparations انه انت منتجي الناتشورال استروجين وليس السينثيتيك. الناتشورال استروجين انه تتعرض الى الفيرست باس افكت، هذا الفيرست باس افكت من دا يجي نتيجة الميتابوليزم باي ذا سيتوكروم P450A4 اللي دا يصير عن طريق المايكروسومال هيباتيك انزيمز. فده يصير عندي first pass effect. حتى يتخلص من هذا first pass effect ممكن انه ينطوها، بدل ما ينطوها orally ينطوها على شكل transdermal patch. ممكن انه نتخلص ايضا من first pass effect عن طريق استخدام micronized estrogen preparations. هذا micronized estrogen preparation fat formulation ممكن يساعدنا على انه نتخلص من first pass effect ونحقق على bioavailability عالية. فاذا الناتشورال استروجينز اللي احنا ذكرناها هنا اكثر شيء من مشاكل انه تجي تعطيها اورالي، انه تتعرض الى first pass effect نتيجة الميتابوليزم بالليفر، فنقدر نتخلص من هذا الفيرست باس افكت انه ننطيها ترانسديرمال باتش او ننطيها على شكل مايكرونايزد بريبريشنز. لما نجي على الديستريبيوشن مالتها، الاستروجين بريبريشنز ار ديستريبيوتد باي سكس هرمون بايندينج بروتين او باي استروجين بايندينج بروتين، هو الجلوبولين والالبومين. اكو استروجين بايندينج البومين، اكو استروجين بايندينج جلوبولين، عندها فد سبيسيفيك بروتين بالبلازما تتنقل من خلاله، فما يصير بيها بروتين ديسبليسمنت رياكشن. هذا البروتين هو ينقله، لان هي ليبيد سوليبل مذوب بالماء، فتحتاج الى بروتين حتى تنتقل من مكان الى اخر. بالتارجت سايت they detach from the binding site، يصير بها detachment من البايندينج سايت، وبعدين تعبر خلال السيل ممبرين وتوصل الى داخل الخليه. ومثل ما ذكرنا بالميكانيزم مال الاستروجين انه هي تتحد ويا الانتراسيلولار ريسبتر. من مشاكل الديستريبيوشن مالتها، they may transiently accumulate in the adipose tissue resulting in the protraction of its period of action. فممكن انه تتجمع بشكل وقتي بالادبوس تيشو، وهذا يؤدي الى انه يقلل الايفكت مالته، يقلل الايفكت لكن يؤدي الى زياده الهاف لايف. فاذا الميتابوليزم مالتها انه الاندوجينوس استروجينز ار ميتابولايزد باي مايكروسومال انزيمز، ذي ار سكريتد تو ذا ليفر، ذي ار سبجكت تو ذا فيرست باس ميتابوليزم،
ايضا ممكن تتعرض الى المايكروسومال انزيمز تصير بها ميتابوليزم تطلع ويا البايل تتعرض الى الانتيرو هيباتيك سيركوليشن، لكن انه مشكلتها انه تتعرض الى الفيرست باس افكت، هذا الفيرست باس افكت يقلل لنا الاورال بايو افيلابيلتي اوف استروجين. الفارماكوكاينتيك بيهيفير مال الاكزوجيناس، الاكزوجيناس احنا عندنا مثلا الاثنيل استرادايول مسترانول او استرادايول فاليريت، او عندنا الاستروبيبيت، هذول كلها اكزوجيناس بريبريشنز، فهذه ما تتعرض الى يعني اكزوجينوس بريباريشن شويه الفارماكوكاينتيك مالتها تختلف عن الاندوجينوس. اول شيء ذي ار ليبيد، ذي ار ليبيد سوليبل همينه، بس الابزوربشن مالتها افضل من الناتشورال وان، اند ذي هاف ذي جوت هاير ابزوربشن افتر فاتي ميل، ذي ار ليس اكسبوزد تو ذا فيرست باس افكت، ذي هاف بيتر بايو افيلابيلتي اند بوتنسي. فالسينثيتيك هذني لما تجي تقارنها ويا الناتشورال انه نشوف انه الابزوربشن مالتها الاورال ابزوربشن افضل، وخاصه انه الاورال ابزوربشن افتر فاتي ميل يكون افضل. الشغله الثانيه انه الفيرست باس افكت اللي كان موجود عندنا بالناتشورال استروجينز ما موجود بالاكزوجينوس او السينثيتك استروجينز، they are less exposed to the first pass effect. الشغله الثالثه انه البايو افيلابيلتي مالتها خاصه الاورال بايو افيلابيلتي مالتها تكون افضل من الناتشورال ستيرويد. نجي على الديستريبيوشن مالتها، also they are distributed by the sex binding protein، يعني حاله حال الناتشورال استروجين هم نتيجه تتحد بالسكس بايندينج بروتين اللي هو الجلوبولين او الالبومين، وايضا تتعرض الى الميتابوليزم، they are metabolized at a slow rate as compared to the natural estrogens. احنا قلنا انه natural estrogens بها ميتابوليزم وبتطلع ويا البايل ويصير بها انتيرو هيباتيك سيركوليشن، هنا الميتابوليزم مال السينثيتيك يكون slower than that of the natural ones، فبالتالي ما عندنا الفيرست باس افكت. الاثنيل استرادايول is metabolized by microsomal cytochrome peak 450 mediated hydroxylation، وبعدين يصير بي conjugation نفس الميتابوليزم مال الناتشورال استروجينز but at slower rate، فلهذا الفيرست باس افكت ما يبين عندنا. فبما انه الميتابوليزم مالتهم همين تكون ابطا، فهمين يكون الاورال بايو افيلابيلتي افضل، الابزوربشن مالته يكون الفيرست باس افكت يكون ما موجود، بالاضافه لانه اللونجر هاف لايف، الهاف لايف مالتهم تكون اطول من الناتشورال وان. فاذا هسه الناتشورال وان بالنسبة للمسترانول is quickly demethylated to ethinyl estradiol which is metabolized slowly into the estrogenic metabolized. بالنسبة للمسترانول، المسترانول هو يعتبر هم من افد برودراك الى الاثنيل استرادايول، انه يصير بي ديميثيليشن يتحول الى الاثنيل استرادايول، لكن الاثنيل استرادايول is slowly metabolized to non-active product اللي هو deestrogenic metabolite. Deestrogenic metabolite يعني نقصد بيها metabolite فاقدة للestrogenic effect. الconjugated estrogens همين تكون they are metabolized by esterase enzyme to estradiol valerate which is metabolized also to estriol and valerate by esterase enzyme. هسا الفرق صار عندنا انه السينثيتك استروجين بريبريشنز الهاف لايف مالتها اطول، الابزوربشن مالتها يكون افضل، بالنسبه للديستريبيوشن هي نفس الشيء يعني حاله حال الناتشورال استروجين، بس الابزوربشن مالتها يكون افضل اقوى، ما تتعرض للفيرست باس افكت، البايو افيلابيلتي مالتها افضل، والميتابوليزم مالتها تكون اقل من الناتشورال استروجينز. فبما ان الميتابوليزم مالتها اقل من الناتشورال استروجينز فالهاف لايف مالتها ايضا تكون اطول. فعندنا مثلا اثنيل استرادايول، المسترانول هو شنو؟ هو عباره عن برودراج للاثنيل استرادايول، فيصير يتعرض الى ديميثيليشن ويتحول الى اثنيل استرادايول.
حتى نقلل الفيرست باس افكت للاستروجين. هنا نفد ملخص انه شلون احنا نتجنب الفيرست باس افكت. احنا انت تعطي ناتشورال استروجين دا يتعرض الى فيرست باس افكت، اذا تعطي اورالي فاكو طرق ثانيه حتى نتخلص من هذا الفيرست باس افكت. من ضمن هذه الطرق يمكن انه نستخدم السينثيتك انالوجز. قلنا هاي السينثيتك انالوجز مثلا الاثينيل استرادايول، استرادايول فاليريت، المسترانول، هذول شنو بيهم؟ بيهم لونجر هاف لايف، وبالإضافة لهذا ما بيها فيرست باس افكت لأن الميتابوليزم مالتها تكون سلو. هاي وحدة. أو نعطي الاستروجين باي أذر روتس، مثل من ضمن الروتس مثلا ينطون ترانسديرمال باتش، ممكن تعطي ترانسديرمال باتش، ممكن اكو جيلز أو سبريز أو ترانسديرمال باتش، هذه بحيث يعبر الاستروجين عن طريق السكن إلى السيركوليشن وينطينا تأثير. او ننطي لوكالي اذا كان الهدف مثلا مالتنا عندنا بوست مينوبوزال وومن، لما يقل الاستروجين ليفل خاصه بالبوست مينوبوز في سن الياس يصير عندهم فاجينال ديستروفي او فاجينال اتروفي. فالفاجينال اتروفي مثلا اذا ما يريدون يعالجوا عن طريق مثلا الاورال بريبريشنز، فممكن ننطي الاستروجين لوكالي على شكل فاجينال جل او فاجينال كريم او على شكل رينكس. هذه حتى نخلص من الفيرست باس افكت. بنجي على الدوزج فورمز مال الاستروجين. اكو عندنا الاورال استروجين، الاورال استروجين دائما بيه مشاكل الفيرست باس افكت اللي ذكرناها بالسابق، والبايو افيلابيلتي مالته تكون اقل. ممكن نعطيه على شكل ترانسديرمال، ترانسديرمال مثلا يكون على شكل ترانسديرمال باتش لزقات، اكو ترانسديرمال سبريز، ترانسديرمال جل، يجوز implants، فهذه تضمن direct transfer of the estrogen from the dosage form into the blood بدون أنه يدخل الجي اي تي، بدون ما يصير عندنا first pass effect. ممكن ننطي على شكل vaginal cream أو pessaries أو rings، يعني يكون vaginal ring أو vaginal pessaries أو vaginal creams تحتوي على كمية من الاستروجين. هذا ينطو خاصة إذا يريدون يحصلون على local effect للاستروجين بالفاجينا، إذا كان وين عندهم vaginal atrophy. مرات الامبلانتس يستعملوها للكونتراسبشن، واكو ايضا المايكرونايز استرايول، هو هذا فت فورميوليشن للاسترادايول، الاسترادايول، فهذا يطول يسموه مايكرونايز استرادايول، والهدف من هذا المايكرونايز استرادايول انه يحقق لي بايو افيلابيليتي افضل. Thank you.